تواصل غرفة عمليات الطوارئ ببلدية بنغازي عمل نقل مخلفات الحرب وبقايا المباني المهدمة والتي تشرف على نقلها الشركة المنفذة. وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية، شملت أعمال نقل المخلفات اليوم عدد من شوارع وساحات منطقة الصبري، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى تتمثل في فتح المسارات والشوارع الرئيسة والفرعية في منطقة وسط البلاد.